الطاقة العامة، أنت في وضع اختيار، احتمال بأنك تكون محتار بين كثير من الأعمال، أو هناك خيارات كثيرة أمامك ولا تعلم أيهما تختار، ولا تعلم أيهما أفضل بالنسبة لك، أو أنك تعمل في هذه الفترة، أنت فنان وتعمل أعمال فنية متعددة وأنت منشغل في هذا المجال، أو أنك تقضي ساعات طويلة على الإنترنت، تتواصل مع أشخاص غرباء عنك أو من جنسيات مختلفة، أو أنك أيضا احتمال أخير أنك تراقب الحبيب، احتمال بأنكما في وضع انفصال وأنت تراقب الحبيب. الحبيب أنت تراه الزوج المثالي، أنت تراه إنسان محترم جدا ومتدين وملتزم بالعادات والتقاليد، وأنت تراه الزوج، وربما أنت أصلا في زواج مع هذا الشخص. إذا هناك احتمالين، احتمال بأن تكون قد تعرفت على هذا الشخص عن طريق الإنترنت وأنت الآن وأنت تراه هو الشخص المناسب، أو احتمال بأنكما تكونان أنتما الآن في زواج. هذا الشخص جذاب جدا وملفت للنظر وهو مميز، ولكنه أنا أرى بأن العلاقة بينكما مقطوعة، ربما كان بينكما زواج وقد حصل الانفصال، أجل لقد كان بينكما زواج وقد حصلت الكارما لأحدكم وتغير كل شيء وانهار تماما، وانهارت تماما هذه العلاقة الزوجية. وإذا كنتما غير متزوجين فأنتما في علاقة، احتمال بأنكما كنتما في علاقة طويلة وحصل الآن انفصال تام بينكما، وإذا كنتما متزوجين حصل انفصال وأنتما الآن في محاكم. طاقتك لهذه القراءة، أنت ترى بأن كل شيء قد انهار وانتهى في حياتك، وأنك مقبل على تغييرات جذرية تطال كافة حياتك، جميع جوانب حياتك، وأنت الآن في وضع صعب، أنت مجبر على أنك ترضخ لهذا الأمر الواقع الذي حصل وهذا التغيير الذي حصل في حياتك، وأنت ممكن أن تكون في وضع سيء، وكما ظهرت في الطاقة العامة ممكن أن تكون قد تعرضت لخيارات كثيرة تغيرت حياتك بشكل كبير، وأنت الآن تجلس لساعات طويلة على الإنترنت، تقضي وقت طويل على الإنترنت لكي تضيع وقتك ولكي تخرج من الطاقة السلبية أو لكي تغير حياتك باتجاه آخر واختياراتك باتجاه آخر، وتختار شيء جديد يناسب حياتك. ربما كنتما في علاقة ارتباط وأنت الآن منفصل مع الحبيب، وربما تجلس على ساعات طويلة على الإنترنت تختار شخص آخر، احتمال، أو أنكما في زواج وقد حصلت تغييرات جذرية في حياتك وأنت الآن تعيش وحيد وتقضي ساعات طويلة على الإنترنت تراقب الحبيب وترى عروض أخرى. الحبيب هو في عالم جديد الآن، في عالم جديد، ربما يكون قد سافر وغير حياته كليا، أو ربما يكون قد أغلق تماما العلاقة بينكما وبدأ حياة جديدة تماما. مشاعرك باتجاه الحبيب، أنت ترى بأن هذا الحبيب إنسان عادل ومنصف وحقاني أو متسلط هو بطبعه، أو يحاول أن تراه بأنه كان يحاول أن يسيطر عليك بشكل مادي عن طريق الأموال،
بأن تكون الأموال في يده وهو المسيطر على أموالك، احتمال هذا، أو احتمال بأنك كما قلت أنت تراه بإنسان بأنه إنسان جدا حقاني وعادل. الحبيب هو متعب جدا، هو يشعر بالإرهاق والتعب من جراء ما حدث، فهذه التغييرات التي طالتكما أنت وهو ليست بالأمر السهل. هو متعب جدا وهو يحمل حمل ثقيل على عاتقه، وأنت أيضا تشعر بهذه التغييرات وبهذه الصعوبات في طاقتك الآن. أنتما الاثنان، أرى بأنكما أنتما الاثنان تحبان بعضكما، وقد حصل على الأغلب حصل انفصال بينكما أو محاكم، وغيرت كل طريقة حياتكم. هو يشعر بصعوبة كبيرة في هذه الحياة ويحمل حملا ثقيل، وأنت أيضا تشعر بصعوبة كبيرة. هو ربما أيضا يحاول التوازن في مادياته، ربما هو بحاجة إلى المال في هذه الفترة. أو أنت، القراءة ممكن أن تكون عكسية، أرجو منكم أن تأخذوا ما لكم وتتركوا ما ليس لكم. نوايا هذا الحبيب، نوايا هذا الحبيب أن يخرج من هذا الهم الكبير الذي هو فيه. هو يشعر بالإحباط والخيبة، وكل شيء يشعر بأن كل شيء قد تحطم، ويشعر بأن هذه الدنيا لم تنصفه أبدا، وأنه متعب جدا، وأنه قد غدر ومن أشخاص كثيرين ولا يقوى أيضا، ولم يعد يقوى على النهوض مرة أخرى. ولكن هذا اللون الأصفر يدعو بالأمل والتفاؤل، فإن كل شيء سيتغير إن شاء الله. وهو سيحاول، وبعد الخروج من هذه العشر سيوف هو يوجد في أمل، يوجد بدايات جديدة، فهو يشعر بالحمل الثقيل الذي على عاتقه. هو جدا متعب هذا الشخص، وحالته النفسية متعبة جدا، هو يشعر بالاكتئاب والتعب النفسي الكبير، هو في قمة التعب الجسدي والنفسي والعقلي. خطوته القادمة لهذا الشخص أن لا يقوم بأي شيء، هو يريد التواصل والانتظار، التواصل بالروح معك، والانتظار فقط، والترقب، والوقفة مع النفس، ومحاسبة النفس إن كان أخطأ أو إذا كنت أنت مخطئ بحقه. هو يريد أن يجلس لوحده ولا يأخذ أي خطوة بهذا الموضوع. هو يريد أن يتواصل روحيا ويحاسب نفسه كما قلت فقط. هو يشعر بنفسه أنه مكبل، لا يقدر على أخذ الخيارات. هذا الموقف جدا صعب بالنسبة له. مصير هذه العلاقة في هذه الفترة القادمة، أنا أرى هذه العلاقة بأنها سيحصل بينكما كلام. ربما هو لا ينوي على هذا، قلت لا ينوي، ينوي على الاستشفاء والقيام من التخلص من تعبه الجسدي والفكري، والاستشفاء والجلوس مع النفس ومحاسبة النفس. هو هذه نيته وهذه خطوته القادمة، لكن احتمال بأن يحصل بينكما بشكل مفاجئ. ربما أنت تحاول، هو لا ينوي، لا ينوي على أخذ أي خطوة باتجاهك أو الكلام معك. أما إذا أنت بادرت وأخذت خطوة جريئة، هذه نصيحتك، إذا أنت بادرت وأخذت خطوة جريئة باتجاه هذا الشخص، هو سيحصل بينكما كلام ومعاتبة، وكلام يكون كلام عقلاني جدا، من العقل إلى العقل، كلام يدخل في قلب الموضوع مباشرة.
لا يحصل به لا لف ولا دوران. أنا أرى بأن ستجلسان مع بعضكما وتتحاوران حول الموضوع الأساسي أو موضوع الخلاف الذي حصل بينكما، وتضعان السلبيات والإيجابيات لكل شخص على حدة، وتتحاوران بشكل عقلاني. وهذه هي نتيجة القراءة، أنه سيحصل بينكما كلام، وهذه تتعلق عليك، تتعلق أو تتوقف عليك هذه الخطوة. إذا أنت قمت بخطوة جريئة وخاطبته بشكل عقلاني وبدون عاطفة، بشكل عقلاني، ودخلتما إلى لب الموضوع، إلى رأس المشكلة، سبب المشكلة بينكما، وتتحاوران بشكل منطقي، فأنتما بإذن الله ستصلان إلى حل. ولكن المطلوب منك في هذه، أو النصيحة لهذه القراءة، هو أنك تختار طريقة كلامك، لا تجرح هذا الشخص بالكلام. ادخل إلى قلب الموضوع، قل ما تريد بشكل صريح وواضح، ولكن خلي كلامك موزون بدون تجريح، بدون إلى ملامة. فإذا كنت تريد أن ترجع تعود إلى هذا وتعود إلى العلاقة بينكما، يجب أن تكون معه لطيف وتظهر القليل من المشاعر والقليل من الأسلوب الجميل الذي هو يحتاجه. فهو جدا متعب كما قلت، جدا متعب وجدا منكسر، ويشعر بكسرة في القلب وفي عقله وفي حياته، وأن يشعر بأن كل شيء قد تحطم بالنسبة له. هو جدا متعب، وأرجو منك أن تخاطبه بأسلوب لطيف. النصيحة لهذه القراءة، وأنت برج السرطان إنسان جدا طيب وإنسان جدا لطيف، واحتمال بأن تكون هذه القراءة قراءة عكسية، فأنت إنسان من أكثر الناس عاطفة ولطافة. هذه البطاقة تقول لك: حافظ على أموالك ولا تنفقها إلا على أشياء تستحق ذلك. هذه البطاقة تدلنا على الأموال. ربما أنت سبب الخلاف بينكما، ربما هو أنك لا تعطي كما تأخذ، بمعنى أنك ممكن أن تأخذ قليل وتعطي كثير، وأنك إنسان مبذر، وهذا ممكن أن يكون سبب الخلاف. تقول لك البطاقة: حافظ على أموالك ولا تنفقها إلا على أشياء تستحق ذلك. البطاقة الثانية تقول: انظر إلى أخطائك قبل النظر إلى أخطاء الآخرين. وهذا ما قلته في هذه البطاقة، وهذه البطاقة أيضا. ضع المشكلة وضع لها حل، قل ما تريد وهو يقول ما يريد، أظهر أخطائك وهو يجب أن يظهر أخطائه، فلتكن المصارحة بشكل كلي، أخطائك أخطائه، ماذا تريد منه وماذا يريد منك. كل علاقة عاطفية يكون فيها طرفين، وليس بالضرورة أن يكون الحق دائما على طرف واحد. في كل علاقات عاطفية في الخصامات يظهر دائما يكون الاثنان هما المخطئين، فلا تكن متزمتا برأيك وتظهر نفسك بأنك أنت على حق وهو على باطل، فكلاكما مخطئين. لا تخاطبه وتقول له: أنت أخطأت بكذا، أنت أخطأت بكذا، وتنسى بالمقابل أن تنسى أخطائك. لا، لنأخذ نصيحة من الرومانس إنجل:
تقول لك هذه البطاقة أولاد، ربما تكونان متزوجين كما قلنا وبينكما أطفال. هذه البطاقة تقول لك الثقة، تقول لك هذا الوقت يدعوك إلى الإيمان، يجب عليك أن تضع ثقة بهذا الشخص. ربما تكون بينكما أزمة ثقة ويجب أن تعطيه الثقة مجددا، احتمال بأنكما المشكلة بينكما كما قلت كما تظهر لي بهذه البطاقات، احتمال بأن تكون مشكلة أموال، ويجب أن تثق بهذا الشخص مرة أخرى أو أن تعطيه فرصة أخرى لكي تعود العلاقة بينكما كما كانت. شكرا لكم مواليد برج السرطان على هذه المشاهدة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.